اهلا بك يا فندم. اللي واصل لكم لحد الوقت ايه يا فندم من خلال المتابعات ومن خلال العمليه القضائيه الموجوده؟ الامور كيف تسير؟ بصراحه هو ببساطه شديده اكثر من 95% من اللجان اتفتحت الساعه 8، في بعض اللجان اتاخرت اقصى الساعه 9، كله منتظم العمل. احنا شددنا على ضروره منع الدعايه الانتخابيه خارج اللجان وازاله اي منطقات موجوده حواليها. ما فيش مشاكل حصلت حتى الان، الا ان بعض الناخبين بيحاولوا يستخدموا اقلامهم هم في الادلاء بالاصوات والتوقيع، واحنا رفضنا ده وقلنا لازم يستخدم الاقلام الخاصه باللجنه. طب هو السبب ايه؟ هو في فعلا قصه الاقلام اللي بتمحى بعد قليل وكده؟ بالضبط. احنا جات لنا معلومات من عدد المصادر من جهات المختصه بالتحريات والمعلومات ان هناك عدد الاقلام اللي في سبيل توزيعها على بعض الناخبين استخدامها في التوقيع الكشوف واستخدامها في التوقيع على بطاقات الاقتراع عشان تحصل مشكله اثناء الفرد واثناء حصر عدد الناخبين. الكلام ده كنا عارفينه من حوالي يوم الاربعاء اللي فات. فتم التعليمات ان توضع عدد كافي من الاقلام الجافه الخاصه بنا في اللجان كلها، ولا يستخدم الا هذه الاقلام سواء في التاشير في البطاقات او في التوقيع على كتب الشهاده. هل حضرتك كان في مثلا تيار معين وردتكم الانباء بان هو اللي هيوزع، ولا ده شكل عام محاولات للتحايل على الامور؟ لا حضرتك، انا صدقا لم تاتي اي معلومات رسميه ان تيار معين، ما فيش اعاده بقراها على النت زي حضرتك، انما جالي ان في اقلام تتوزع بغض، ولم يحدد تيار، لم يحدد اي من الناخبين سيستخدمها او سيدفعها لاي من. فدي عمليه احتياط مباشره وطبعا اللجنه تعاملت معها. حضرتك الحقيقه انا يعني لازم اقول انه يعني حضرتك في المؤتمر الصحفي اللي قلت فيه ان احنا كان في اخطاء بالضروره في المرحله الاولى وبنعالجها في المرحله الثانيه، ده طبعا خطاب لاول مره بنسمعه في مصر من سنوات طويله، لانه كان في ناس كتير جدا لا تعترف بالخطا. فاحنا بنشكرك اولا عليك من موقعك وكذا، ولكن انا عايز اعرف اللي واردكم لحد الان، هل هناك نوع جديد من عدم من الالتزام او خطا معين بيجري، ولا احنا تم التجاوز فعلا؟ لا لا لا، انا ما اقدرش اقول لحضرتك التقييم دلوقتي، لان انا يعني انا بتابع 13100 لجنه، انا متاخر عن الواقع اللي حاصل حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع. مظبوط. انا قبل ما اتابع الجمهوريه كلها بيبقى في عندي فروق كتاب بالله فعلا. انا ما اقدرش قبل نص النهار اقيم ايه اللي بيحصل في العمليه الانتخابيه كلها على مستوى الجمهوريه. فحتى الان الامور مبشره وهادئه، ما عنديش مشكله، لكن عشان اقول كلمه ابقى ملتزم بيها اقول الموضوع احسن او الموضوع اسوء وان شاء الله يبقى احسن، لازم اكون عندي المعلومات الكافيه، ما اقدرش كده ابقى بتخميناتي او بامنياتي. فانا حضرتك على نص النهار حضرتك وصلت بيا انا ساعه واحده، انا مصدق لحضرتك ايه الموقف بمنتهى الصراحه والصدق. على كل انا بشكرك شكرا جزيلا. وبس قبل ما نقفل مع حضرتك كنت عايز اعرف لو عندك بس استشعار من الجوله الاولى اللي عملتها بالتليفونات الصبح عن نسب الاقبال، هل معقوله لسه بدري؟ لسه بدري، بس هي تختلف في بعض اللجان خصوصا في الصعيد ضعيفه جدا. ايوه. في الوجه البحري والقاهره جيده. تمام يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا. اشكرك شكرا جزيلا، وهنرجع نتصل بحضرتك تاني على الساعه